الحمد لله العلي الكبير، تعالى وتنزه عن الشبيه والنظير، والمعين والظهير، ألا يعلم من خلقه واللطيف الخبير. أحمده سبحانه وأشكره، أعطى الكثير وتجاوز عن التقصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مخلصة أرجو بها النجاة من عذاب السعير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي القدر العلي والشرف الكبير والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعلى نهج الحق يثير، وسلم التسليم الكثير. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فإن الكرامة كرامة التقوى، والعز عز الطاعة، والأنس أنس الإحسان، والوحشة وحشة الإساءة. الحياة يا عباد الله في مداومة الذكر، والعافية في موافقة الأمر، والنجاة في لزوم الكتاب والسنة، والفوز لمن زحزح عن النار وادخل الجنة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها المسلمون، هدف منشود إذا فقده الإنسان فإنه لا يستقر على حال ولا يسكن إلى قرار، وغاية مبتغاه بدونها صاحبها قلقا متبرم مضطربا حائر، وأمنية متمناه إذ لم يحققها طالبها فهو أشبه بحيوان شرس أو سبع مفترس، والمجتمع بدونها كذلك مجتمع غابة من غير غاية ولو لمعت فيه بوارق حضارة وسار تقدم. المقاييس فيه لا شد ولا قوى، وليس الأصلح ولا أتقى. هدف وغاية وأمنية يطالبها كثيرون في غير موضعها، ويتطلبها متطلبون من غير مظانها، جربوا ألوانا من المتع وصنوفا من الشهوات فما وجدوها. حسبها قوم في الغنى ورغد العيش، وظنها آخرون في الجاه والمقام العريض، واعتقدتها فئات في حسن العلوم والمعارف، خاض في البحث عنها العلماء والفلاسفة والأغنياء والفقراء والملوك والوجهاء. إنها يا عباد الله السعادة والإطمئنانية والرضا والسكينة. ما أعظم الفرق بين رجلين، أحدهما عرف الغاية وطريقها فاطمأن واستراح، وآخر ضال يخبط في عماية ويمشي إلى غير غاية، لا يدري كيف المسير ولا إلى أين المصير. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. كم من صاحب مال وفير وخير كثير، تجلى رضاه وقناعته في تحر الحلال، وأداء حق الله فرضا وندبا، أعطى الأجر أجره ولم يزل نفسه من أجل مال أو جاه، وآخر عنده ما يكفيه ولكن قد ملأ الطمع قلبه، وانتشر التسخط بين جوانحه، جزع من رزقه متسخطا على رازقه، يبث شكواه إلى المخلوقين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. معاشر الأحبة، الرضا نعمة عظيمة يبلغها العبد بقوة إيمانه بربه وحسن اتصاله به، ينالها بالصبر والذكر والشكر وحسن العبادة. وقد خاطب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وفي الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم رسولا. رواه أحمد ومسلم والترمذي. الرضا أيها الإخوة باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العارفين وحياة المحبين ونعيم العابدين وقرة عيون المشتاقين. الرضا سر السعادة وطريق السكينة وجادة الإطمئنانية. الرضا شجرة منبتها النفس. يا عباد الله، السعادة والرضا ليس بوفرة المال ولا عظم الجاه ولا كثرة الولد ولا بنيل المتع والمنافع. الرضا يحد من ثورة الحرص والطمع وطغيان الشراهة والجشع، ويرشد الأخذ بالأسباب،
اتقوا الله واجملوا في الطلب، فالغنى ليس بكثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. الرضا يوقف الراضي عند حدود قدرته ومواهبه ويبصره بأقدار الله، فلا يتمنى ما لا يتثر له ولا يتطلع إلى ما لا يستطيع. فالشيخ لا يتمنى أن يكون شابا، وغير الجميل لا يتطلع إلى أن يكون جميلا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. عطاء الرضا سكون القلب باختيار الله للعبد، وإنما اختارها الله له هو الأحسن فيرضى به. وسئل أبو عثمان البكندي عن الرضا فقال: من لم يندم على ما فات من الدنيا ولم يتأسف عليها. وقال بعض الحكماء: من رضي بقضاء الله لم يسخطه أحد، ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ارضى بما قسم الله تكن أغنى الناس، واجتنب محارم الله تكن أورع الناس، وأدي ما فرض الله تكن أعبد الناس. وقيل للحسين بن علي رضي الله عنهما إن أبا ذر رضي الله عنه يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. فقال الحسين رضي الله عنه: رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله لم يتمنى غير ما اختاره الله له. الرضا قناعة وثقة ويقين، من قنع فقد رضى، ومن رضي فقد قنع. وفي الحديث: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والآن مع الخطبة الثانية. الحمد لله، الحمد لله الكريم الفتاح، أحمده سبحانه فالق الحب والنوى والأصباح، وأشكره على نعم تتجدد في الغدوة والرواح، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة هي للجنة مفتاح، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله بين لأمته سبيل الفلاح، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الجود والكرم والسماح، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما سجى ليلا وأشرق صباح، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، السعادة والرضا إيمانا بالله وبرسوله، ورضا نفس وانشراح صدر المؤمن يغمره الرضا، لأنه عميق الإدراك لفضل الله العميم وإحسانه العظيم، إحساسه بنعم الله في نفسه، وهي نعم لا يحصيها في سمعه وبصره ويده وقدمه وعقله وعظمه وطعامه وشرابه ونومه ويقظته وأهله وفي شأنه كله. المؤمن يرى ويشاهد نعم الله ورحمته في كل ما حوله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. المؤمن المطمئن الراضي يلهج بذكر الله ويستشعر نعم الله. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وجعلنا مسلمين. الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. والحمد لله الذي أحياني بعدما أمتني وإليه النشور. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. اللهم إن أصبحت منك في نعمة وعافية وسترا، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. فالحمد لله رب العالمين، والحمد لله على كل حال. هذا هو المؤمن يغمره الرضا والأطمئنانية والسعادة في كل حين وعلى كل حال، متعلقا بربه، راض عنه، مطمئنا إليه، يتلقى ويتقبل أقدار الله في نعمائها وبأسائها والدنيا وتقلباتها في إقبالها وفي إدارها، ويعلم علم اليقين إن الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شرا لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المؤمن الراضي السعيد ممكن أن الله معه، فهو في معية الله يحفظه ويكلأه. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، لا تحزن إن الله معنا،
إنني معكم أسمع وأرى. إن الشعور المؤمن معية الله يجعله في أنس دائما ونعيم موصلا. المؤمن وحده هو الذي يغمره الإحساس بالرد بكل قدر من أقدار الله، فهو مؤمن أن تدبير الله أفضل من تدبيره لنفسه. المؤمن يملأ الرضا جوانحه، لأنه يعلم أن الخير بيد ربه، والشر في هذه الدنيا لا يتناقض الخير ولا يعارضه، بل قد سنة الله ألا يكون صبرا إلا مع شكر، ولا كرما من غير حاجة، ولا شجاعة من غير مخاطرة. فالفضائل والخيرات لا تظهر إلا بضدها، الشبع مع الجوع، والري مع الظمأ، والدفء مع البرد. وما عرفه المؤمن من حكمة الله في خلقه وأسرار كونه وآياته فهو بفضل الله، وما خفي سلمه لرب العليم الخبير. هذا هو نهج أولي الألباب. ربنا ما خلقت هذا باطلا. عباد الله، وليس شرط الرضا ألا يحس السعيد بالألم والمكاره، بل المطلوب ألا يعترض على مجاري الأقدار ولا يتسخط من الحوادث والنوازل، فهو راض كرضا المريض بشرب الدواء المر، لأنه يعلم العاقبة ويرجو العافية. والرضا والقناعة لا تمنع التاجر من تنمية تجارته، ولا الموظف من التطلع إلى الترقية في وظيفته، ولا العامل في تحصيل مرتبه وزيادة مرتبه، ولا أن يضرب المسلم في الأرض ليزداد من فضل الله ورزقه. إنما الممنوع التسخط والتبرم، كما إن أثر المادة في الرضا والسعادة غير منكور، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح. رواه أحمد بسند صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. عباد الله، فالسعادة ينبع أن يتفجر من القلب، والنفس الكريمة الراقية التقية الطاهرة، نفس سعيدة أينما حلت، في السوق أو في الدور، في البراري أو بين الصخور، في الأنس والوحشة، في المجتمع وفي العزلة. فمن أراد السعادة فليسأل عنها نفسه التي بين جانبيه. وما هذه الابتسامات ومظاهر السرور التي ترى وتتلألأ من أفواه المحزونين والمتآلمين والفقراء والمساكين؟ ليس لأنهم سعداء في عيشهم، بل لأنهم سعداء في أنفسهم. وما هي الزفرات واللهات المتصيدة من صدور الأغنياء والمترافين؟ لأنهم أشقياء في معاشهم، بل لأنهم أشقياء في أنفسهم. فلا تطمع رحمك الله، ولا تهلع ولا تنزع، ولا تفكر فيما لا وصول إليه، ولا تحتقر من فضلك الله عليه. واعلم أن كل شيء بقضاء وقدر، والله أعلم بشؤون خلقه، يعز ويذل، ويرفع ويضع، ويعطي ويمنع، فهو الذي أغنى وأقنى، وأضحك وأبكى. فمن رضي طاب عيشه، ومن تسخط طلب عيشه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على النبي المصطفى والرسول المجتبى، كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم في مخرجه مسلما في صحيحه: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأربعة: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبذلك نصل إلى نهاية الخطبة، على أمل أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. فلا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.